صباح الخير. صباح النور. على وين ان شاء الله؟ على المحل. والكلية؟ يا امي انا وعدتك وعند وعدي، بس تعطيني وقت. والوعد هذا كمل الاسبوع الحين. يا امي اعطيني وقت شويه، انا عندي ارتباطات ويا التجار لازم اخلصها قبل ارد الكليه. وارتباطاتك هذه ان شاء الله متى بتخلص؟ كم من يوم يعني؟ لا مو كم من يوم، قولي كم من اسبوع. ما يستوي هد محل الريال كذي امي بدون مجابل، الريال ما عنده حد غيري وهذه مسؤوليه مثل ما انت علمتني، مو صح؟ ان شاء الله تكون صادق في كلامك. ما علي انا بتريا وبشوف اخرتها وياك يا سعود. لا حول ولا قوة إلا بالله، من وين ياتي هالمصيبة؟ لو الشباب يفكرون بس إن أهاليهم بدفعون 18 كان ما سووا كذي، كان يلسوا في بيتهم. لو تشوفون الشباب في الشوارع شو يسوون؟ كأنهم في سباق، يعني مو حرام دم عيالنا يسيح في الشوارع بسبة السرعة؟ وعلى شنو يا ربي؟ كلنا نص درزن. أنا أقترح يا خالو إن ما يعطونهم لياسن إلا لما يكملون 21 سنة. وعقبها يتمون يراقبونهم، يعني مخالفة مخالفتين ما شيء ليس. ما شاء الله عليك أمول، أول مرة تقولين شيء صح. بس مو الشرطة بس يراقبونهم، الله يهداهم أهاليهم. من واحد ياخذ الليسن هاك سيارتك، ويا ريت سيارة عادية إلا سيارة سباق. مهما قلنا ومهما سوينا منو عاد اللي بيسمع؟ لا يسمعون، بس أنتوا لو تعطونهم فرصة. إيش قصدك يا أمل؟ انت يا امي رافضه فكره اني انا اسافر وادرس برا على البلاد، وفي نفس الوقت تبغيني سعودي وادرس سوق وخرابيطه. فانا اقول يا امي شو رايك لو تخلينا انا وسعود نسافر وندرس ونكمل دراستنا برا على البلاد، ومنها انا ما بكون بروحي واخوي انسب واحد يكون معي في الغربه، وشي بنكون كلنا حققنا احلامنا واولهم انت. ها شو قلتي؟ ما حد فيكم بيسافر، وطار السفر هذا ما ابغى اسمعه موليه. بس يا امي خلاص يا امل، امك مو موافقه سكر الموضوع، مو كافي واحد منكم سافر ورجع ايد ورا وايد قدام؟ احلى قهوه باحلى عم. المديره ردت ولا بعدها؟ لا بعدها ما رجعت، وهي مو من طبيعتها تتاخر على الدوام. طبعا هم يتاخرون على كيفه، ولا انا حين لي نكرف كراف. الا سير يا ابو علي وتعال يا ابو علي، اجتماع اداري يا ابو علي وما ادري شو يا ابو علي، والترقيات والعلاوات يومتي انت حق هالموظفين ليدات. اعتبرها رياضه يا عم، وخاصه انت فيك السكري واعتبرها رياضه. والله ما حد ياب لي السكري غير هالقهوه الخايسه اللي اشربها من يدك. فرج يلا فرج. شر فرج شر. سكري قال سكري. إذا ما قلتي لي أنتي خبرتي أبويا نجلة؟ لا والله يا عليا بعدني طول الليل وأنا أفكر، يعني إيش قايل أنا اللي أقول له الخبر؟ الله يهديك، بس لازم تقولي لي، هذا أبوه لازم يعرف. أبوه؟ الحين صار أبوه؟ الحين يهمه؟ الله يهديك، بس أنا أدري إنك بتقولي لي الكلام هذا يهمه ويخاف على ولدي مثل ما أنتي تخافين عليه، لازم تقولي لي. المهم أنا سايرة الدوام الحين، لكن اللي بغيتي شيء كلميني. حبيبتي يا عليا انا تعبتك وايد معاي. خلي عن شربسي، يلا مع السلامه. مع السلامه يا عيني. شو هذا؟ كلب. شفتوا الكلب؟ حلو لونه؟ حلو شكله؟ لا من يوم كنت انا يلا اوكي خذ هالكلب هاي شاطر. يلا شوف شوف أمي؟ هاي أمي. الدكتور ما قالك متى بطلع من المستشفى، ترى أنا مليت من يلس. يا أمي بس خلي طمن الدكتور عليك وإن شاء الله بتطلع. أبوي وين؟ ما أشوفه يزورني. أبوك من كم من يوم كان هني، وإن شاء الله إن شاء الله بيجي يزورك.
أهلا حصة، شو الأخبار؟ الحمد لله ماشي الحال. وين صرتوا بالإعلان؟ الوقت عم يسرقنا. بصراحة أنا جاي أكلمك عن الولد مال الإعلان. ياسر؟ بظن الولد ممتاز، وشه كتير حلو على الكاميرا. بالعكس، أنا شايفته إنسان مستهتر وشايف نفسه ومو ماخذ الموضوع جد. ليش ظهر منه شيء؟ ولا شيء من الانطباع الأول، بصراحة ما عجبني أسلوبه في الكلام. حسا دائما الانطباع الأول بيعطي عكس الصورة، يعني أنا برأيي تعطيه فرصة تانية، يمكن يصلح أموره ويحسن سلوكه. طلعت مستهتر وشايف حالي وماني تبع شغل. هل هذا رأيك فيني؟ والله هذا رأيي وأنا حرة. شو أنا؟ عموماً في عندكم مثل شعبي كتير حلو، اللي ما يعرف الصقر. وانت عاد نفسك الحين صقر؟ وبطير وما بحب الرسميات ولا جو المكاتب، بحب أعبر عن مشاعري بأقصر الطرق، وجدي وحباب وما في مثلي، ومخلص بالعمل وبالحب. بس شوي حظاتي إلال بالعمل وبالحب. بس فيك عيب كبير، روحك مو رياضية. ستي هاي كلها عيوب فيني ما اختلفنا، بس إنه معقولة أنت هيك بتتركيني بنص الطريق؟ حاولي تصلحيني على الأقل. ليش أنت طفل؟ أنت ريال وتعرف مصلحتك. بس عطيني فرصة. أرباب ليبر أوفيس اليوم يجي داخل دكان. ليبر أوفيس؟ حق شو؟ هذا يمسك وحيد ودي داخل سيارة. يمسك وحيد؟ إيش حقه؟ ما أعرف، ممكن علشان ما في تصريح مال شغل. لا حول الله. زين تستوى السالفة هاي؟ ممكن 3 ساعة قبل. وقت الحين. خلاص جاب المحل. شوي عمتكم اللي نورها راكدة ما أبغي إزعاج وحشرة. تعالي انتي الصوب، ما قلتي لي شو فطوم الحين؟ أحسن عن قبل بوايد، علشان تصدقوني إن أنا كل اللي أسويه يطلع صح. فوق هذا كله علشان مصلحتكم. عوش فطوم ما تسأل عني؟ لا أبوي، فطوم ترمس عشان تسأل عنك. انطب. لا يا ابوي ما سألت عنك. ولا عليك شي فطوم، انتو كلكم شراتمكم تاكلون وتنسون مثل القطاو. مثل ما قلت لك يا سعود، هذه اجراءات قانونيه، ووحيد ما عنده اوراق ثبوتيه تخليه يشتغل في الدكان. بس يا امي هذا وحيد اللي وقف وياي دائما، ولا تنسين يا امي نهور بينه ويا بعض. انا ادري ان وحيد عنده مشكله البدون هذه لين الحين ما انحلت، لكن بعد يعتبر انه مخالف لاجراءات العمل. يا امي المفروض هذا ما ينطبق على وحيد، وانت تعرفين وضعه زين وما زين.
فيك شو اقول لك؟ بحاول. صبر. الو ابو علي. عليكم السلام. أنا ممكن أدخل؟ تفضلي. الله أنا آسف. آسفة؟ بعد شو؟ يوم تحيدين عمرك بتتأسفين؟ إيش حقة تغلطين من الأساس؟ أبلة عايشة، تراها ما تعتذر إلا يوم عرفت الصح، ولا أنا غلطانة يا عايدة؟ تعالي حبيبتي لسي، شو بلاش واقفة؟ تدرين ان انا فخوره فيك؟ ما شاء الله عليك بديتي تتغيرين. لا والتغيير واضح. صدقيني ادري انه صعب بالبدايه، كل شيء صعب، بس انت ما شاء الله عليك بنت قويه وذكيه، يعني تقدرين تغلبين على كل هالمشاكل. الله انا اسفه لاني غلطت في حقك، وانت من حقك تزعلين علي. حبيبتي انا مو زعلانه منك، انت ليش مصممه ان انا زعلانه؟ انت تبين تزعليني؟ شوفي انتي سويتي اهم واصعب شيء، الخطوه الاولى. دائما الخطوه الاولى تكون وايد صعبه. مشاركتك مع البنات كانت جدا جدا ايجابيه، وبقي عليك يا حبيبتي تغيرين بعض التفاصيل الصغيره، مثلا طريقه لبسك، تسريحه شعرك. انتي ما شاء الله عليك جميله. بعدين ابيك تكونين صداقات مع البنات اللي بالمدرسه، بتحسين بعدين انك تحبين هالعالم. الله انا اول مره احس اني انا وايد فرحانه. ان شاء الله اشوفك دوم فرحانه. بس ها لا تنسين ترى هذه الخطوه الاولى للحين. ان شاء الله يا عمي. صدق الكلام اللي سمعته؟ صدق ان مسيف طلعت واحد بدون مو مخالف مره وحده؟ ترى قلت مسيف هذا بكل شيء تقدر تسوي في الوزاره. اخ بس اخ اخ عمي، هاي الناس كباري، يوم يرضون على الواحد يطلعون لو كان في قاع طوي. بس ما ادري يا عمي شو سالفته يا هل بدون هذا عمي ليكون واحد من اهلها. والله ما حد يباله عق في طوي غيرك انت. هذا اللي تقول عنه بدون اسمه وحيد، وطلع ربيع ولدها سعود، وعلشان ان ربيع ولدها سعود طلعته. تكدر بروحك يا عمي. عمي ما في خاطر بتشرب جرين تي؟ نعم؟ مو في خاطر تشرب جرين تي؟ والله انك متفيج. انا وين وانت وين؟ قم قم اطلع برا. شوف جرين تي قال. بس يا امي خلاص خلاص. وانت ايش حقي يا امي ما اتصلت فيي؟ شو بتسوي انت حمى فقيره على قد حالك؟ شو بتسوين؟ شو كنت بسوي؟ انت نسيت ان انا ربيعتي ام سيف اكبر واسطه في الوزاره، تليفون واحد منها وبتظهرك. تراني ظهرت من غير تليفونات وحب خشوم، ثانش الموضوع سوء تفاهم. زين وما دام ان الموضوع سوء تفاهم، حق شو مكبر السالفه وزعلان وحالتك حاله؟ وحيدو شو بدك يا امي ساكت؟ وشو اقول؟ خلاص يا ابوي لا تقول شيء، قم سر الدكان واستهدى بالله. بس يا تسبح انا عقب اسير الدكان. وبعدين وياك يا عامر، شو نهاية الحالة اللي نحن فيها؟ النهاية يا مدام خولة انت اللي كتبتيها وبيتك، لما خلتي اهلك يتدخلون في حياتنا الخاصة. انا ما قلت حق اهلي يتدخلون، بس الحالة اللي احنا فيها كشفت وايد اشياء. أمي لو ما كان خوفها علينا كان ما تدخلت. عمر ممكن أكلمك؟ ما ظل بينا كلام يا خولة، أعتقد قلنا كل شيء وخلصنا. أنا عندي كلام، وكلام وايد مهم على الأقل بالنسبة لي. قولي وخلصينا. أنت تفكر تتزوج علي؟
بس انا عندي شرط. شرطك اذا ما له علاقه بزوجتي وعيالي انا حاضر. واذا كان هذا الشرط الوحيد؟ شو يعني ما فهمت؟ انا قلت لك اكثر من مره اني ما اقدر ارتبط في انسان متزوج. والاكثر من مره طمنتك وقلت لك يا نوال اللي صار لك في الزواج الاول ما بيتكرر لان احبك. وصدقني يا نوال ما في شيء في الدنيا بيشغلني عنك. بس انت بعدك ما سمعت شرطي. قولي. الشرط الوحيد اذا تبغينا نرتبط لازم تطلق زوجتك. شو؟ وايد علي؟ كيف يعني؟ كيف يعني أطلق زوجتي وام عيالي؟ أنا واضحة معك وأنت لازم تكون واضح مع نفسك، يا أنا يا زوجتك. للحين تقرا؟ انا جايينك عشان تدبرني. تقول لي شو اسوي؟ انت للحين تفكر بالموضوع؟ تباني اطلق زوجتي واهدي عيالي. وانت تعتقد يعني انا ما تستاهل كل هالتضحيات؟ اشوفك قلبت وقفت بصفها، شو اللي غير موقفك؟ انا موقفي ما تغير، بس انت اللي حطيت نفسك في هذا الموقف. علشان كذا دبر نفسك ولازم تختار القرار بروحك. خلصت؟ ما صرت. اوه بعدك زعلان؟ اشوف الوي وارد. يلا عزيزي خلاص انسى حبيب. شو فيك؟ تضحك؟ اضحك زين، اضحك اضحك زين. خلاص من اليوم رايح اوعدكم العمل والعمال ما بيوططون الدكان، خذها مني خلاص وعد. شو تشك؟ يلا قم 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 خلني اسوي عشيك ادريبك يوعان الحين وديك مطعم كذي اكل بحري كالوماري وبالربيان والحركات. ها ما احب كاليميرا، ما احب كالوماري. كالوماري ما احبه، بس جاب الوالد احسن لي. جاب الوالد؟ مو قال انا ما تبغى البستر كاليميرا. يلا زين بصك الدكان عقب انا. اوكي thank you.
الله عليهم ان شاء الله ويعسى ايدهم الكسح. قولي امين امين. وانت وش لك يا امي؟ وش لك مسوي لي عمرك بطل وساير لهم هناك؟ كان خليتهم يولون. الله يهديك الحين انت يوم وحيد بدل ما تفتخرين فيه وترفعين راسك الحين بفعله البطوليه استهزبين، والحين انت خويك ايش عرفكم اليوم بسرقون المحل؟ ترى صار لي كم من ليله احس بحركه غريبه صوب الدكان. روح انت شارلوك هومز، الحين انت ايش عرفك اول شيء؟ ثاني شيء ليش ما خبريتني؟ ترى اول شيء ما كنت متاكد، عقب الضربه تاكد. المهم ويلة حاتي، الشرطه ان شاء الله بيسوون حراسه على المنطقه هناك، لا تشيلها. اقول وحود ان شاء الله الشرطه مي بتكافئك يوم انك انت قبضت على الحرامي؟ لا، بيكافئوني يوم بجاوب واربح. يلا يلا يايا. صلاح؟ ايوه ست حصه، في حاجه؟ ياسر مايل للحين؟ ياسر مين؟ ياسر الولد مال الاعلان الجديد. الولد زي ما قلت عليه من الاول مستهتر مش بتاع شغل. اتصل فيه شوفه وينه. يا ستي اتصلي فيه انت، انا مشغول ومش قادر احك شعر راسي. خلاص خلاص انا بتصرف. خالتك؟ أعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي. أنا مالي دور في هالشركة. ما أدري، أحس أنك استعجلت. أنا يا سيف وعدتك بوظيفة مناسبة، بس أنتوا الشباب دائما مستعجلين على شو ما أعرف. عموما الوظيفة هاي أنا ما أبغيها، ممكن حد ثاني يحتاج لها. بصراحة سيف، جتك عروض من شركات ثانية؟ عروض ثانية؟ ومن اللي راح يوظف واحد ما عنده شهادة؟ مو بهذا كلامك؟ أنا بدك طالع. هامي، شخبارك يا ريدك؟ أنا حطت يدك الماية. عايشين تحت سقف واحد بس كل واحد غريب عن الثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علي أمي، أنا عقب ما خلص الدوام بمر عليكم وبرمسه مرة ثانية، يمكن الله يهديه. ما يحس نان السبب، وايد رخصت بعمري عنده، كنت اترجاه واتوسل له شوي وابوس ايده. مشكلة ما اقدر اتكلم بصوت عالي اخاف ابجي، انا بغرفة المدرسات. صدقيني عقب كل هذا بعد فهمني غلط. الظاهر اني كل يوم كنت اصار بعينه، ما حتى انا الاولية، كل ما اترجى انه يرجع احس انه يبتعد عني، احس انه عمره ما راح يرجع لي مثل اول. وانا ما اقدر يا امي اشوفك وانتي بهذه الحاله وتمساكته. اللي كدرتي كدرني يا خوله. بتكلمينا شو بتقولين له؟ برايك انا ان شاء الله اذا خلصت الدوام بامركم. الله معك، مع السلامه.